صلوا بينا على النبي. وفيلمنا بيبدأ مع الطلبة إيمورا اللي كانت بتفتكر زميلها هارو وبتقول إنه كان بيضرب المتنمرين بكل قوته، وبنعرف بعدها إن هارو اختفى من المدرسة بعد الخناقة اللي حصلت وإنه ما بقاش عايز يكمل تعليم. وبنشوف بعدها المدرسة راحت لإيمورا وبتديها الملفات بتاعة هارو وبتطلب منها تروح توصلهم ليه. وبعد ما بيخلص اليوم الدراسي بنشوف إيمورا راحت للنادي الرياضي بتاع مونجا قريبه وبتقوله يبلغ هارو انه هيتفصل من المدرسة لو مرجعش. واما إيمورا بتمشي من النادي الرياضي بيظهر لها هارو وبيتكلم معاها وبيكون عايز يعرف هي عايزة ايه، فبتقوله إيمورا باللي حصل وانها جت علشان تديه الملفات بتاعته. وساعتها هارو بيقول لها انه ما عندوش مشكلة من حاجة وبيطلب منها تكون صديقة ليه. وفي تاني يوم بنشوف إيمورا كانت عايزة ترجع للبيت بس بيظهر لها هارو وبيخطفها وبيروح يقعد معاها في مطعم وبيتعرف عليها. وبعد لحظات بيظهروا اصحاب هارو وبيطلبوا منه فلوس، وبنلاحظ ان هارو اداهم الفلوس اللي معاه. وساعتها إيمورا بتقوله ان اصحابه هيسيبوه لو خلصت فلوسه وانه لو عايز يكون صداقة يرجع للمدرسة. وبيكون هارو متضايق من كلامها علشان هو بيكره المدرسة، فبيقوم راشش عليها المية اللي كانت معاه. وبتبقى وقتها إيمورا متعصبة من اللي حصل وبتعرف انها ترش عليه المشروب وبتهرب من المكان. وفي تاني يوم بتروح إيمورا للمدرسة وبتقعد تتكلم مع زميلها اللي كان بيحكي لها هو ازاي تعرف على هارو، وبتعرف ساعتها ان هما كانوا بيلعبوا بيسبول وانه كان في طالب بيتعرض للتنمر على طول. وبتعرف كمان ان هارو ما كانش بيخاف من حاجة وانه كان بيحاول يضرب المتنمرين على طول. وبعد ما بيخلص اليوم الدراسي بنشوف إيمورا راحت لقريبه مونج وبتقوله ان المدرسة بتدي هارو انذار اخير علشان يرجع للمدرسة، فبيقول لها مونج انها للمرة التانية تيجي للنادي وانه لازم تتعلم ضرب الكورة. واما إيمورا بتروح علشان تتعلم ضرب الكورة بتفضل تفتكر اللي حصل وانها كانت شايفة هارو وهو بيضرب المتنمرين. وبيوصلوا بعدها صحاب هارو للنادي وبيظهر ان هارو كان قاعد لوحده ومكتئب. وبنشوف بعدها إيمورا راحت لصحابه وبتتكلم معاهم وبتقولهم إن هارو محتاج صحاب أوفياء في حياته، وما حد منهم بيحاول يأذيها. بيظهر ساعتها هارو بيدافع عنها وبيقول إن اللي هيقرب منها هيخلص عليه. وبعد ما هارو بيمشي مع إيمورا وبيتكلم معاها بيقولها إن هو وحيد وما عندوش صحاب، فبتقوله إيمورا ما يزعلش نفسه وبتوعده إنه هيكون عنده أصدقاء كتير. وفي تاني يوم بيروح هارو معاها للمدرسة لكنه كان بيتصرف بغرابة وبيخوف الطلبة. وبعد ما بيخلص اليوم الدراسي بنشوف هارو كان بيطلب منها يروحوا مع بعض للمطعم، بس وقتها بتظهر الطلبة كورينا وبتقولها تساعدها في دروسها. وبيفضلوا بعدها الاتنين يحاولوا معاها توافق على طلباتهم لكنها بتسيبهم وبتمشي من المكان. وفي يوم الامتحانات بنشوف حد من الطلبة الأغنياء كان عايز يساعد إيمورا لكنه في الآخر بيرفض يساعدها وبيضحك عليها. وبعد ما نتائج الامتحانات بتظهر بنعرف إن اللي نجح في المرتبة الأولى هو هارو وإن إيمورا نجحت في المرتبة الثانية. وأما إيمورا بتروح لهارو وبتبلغه إنه نجح في الامتحانات بتلاقيه كان بيلعب مع فرخة جوه الفصل، وبتعرف وقتها إن هو شافها في الشارع وصعبت عليه وإنه علشان كده أخدها معاه للمدرسة. وبنشوفها بعدها راحت معاه للسوبر ماركت وبيكونوا عايزين ياخدوا شوية معدات ويصنعوا بيت للفرخة. وبتتقابل ساعتها إيمورا مع الشاب الغني اللي كان معاها في الامتحانات وبتشوف الطلبة كانوا معاه، وبيكون هارو عايز يضربهم كلهم لكنهم بيعتذروا له وبيطلبوا منه يبقى صاحبهم من تاني. وبنشوفهم بعدها كلهم كانوا متجمعين وبينجحوا في صناعة بيت للفرخة. وبالليل بنشوف هارو كان بيتمشى مع إيمورا وبيلاقي رسالة جاتله من أخوه يوزان اللي كان بيقوله إن هو عايز يتكلم معاه. وساعتها هارو بيقرر إنه هيروح يبات في بيت إيمورا علشان مش عايز يتقابل مع أخوه. وفي الوقت ده بنشوف يوزان كان بيتكلم مع مونج وبيقوله إن هو عايز هارو علشان يتكلم معاه. وبنشوف بعدها هارو وصل لبيت إيمورا وبيقعد يتعشى مع والدها وبيتعرف عليه. وفي تاني يوم بيرجع هارو للبيت وبيلاقي مونج بدأ يتكلم معاه وبيقوله إنه يوزان كان بيدور عليه. وبتعدي بعدها الأيام وبنشوف هارو بدأ يقرب من إيمورا أكتر وبيبدأ إنه يعجب بيها. وفي يوم بتتقابل إيمورا مع يوزان اللي بيشكرها علشان بتقعد مع هارو وبتهتم بيه. وبيبدأ بعدها يوزان يشرح لها باللي حصل مع هارو وبيقولها إن والده طرده من البيت لما كان صغير، وبيقولها كمان إن والده عمل كده علشان هو كان بيعمل مشاكل بس دلوقتي هو عايز يرجعه للبيت ويعوضه عن اللي فات. وبيظهر وقتها هارو وبياخد إيمورا وبيقول لأخوه إنه مش هيرجع للبيت تاني. وأما إيمورا بتبدأ تتكلم مع هارو وبتقوله يروح يقعد مع أخوه ويسمع منه، بيقولها تمشي وما تتدخلش في حياته تاني. ومع مرور الوقت بنشوف هارو كان عايز يتكلم معاها لكنها كانت بتتجاهله. وبيجي بعدها يوم المهرجان اللي عملاه المدرسة
وبنشوف الطلبة بدأوا يغيروا من أشكالهم وبيتبسطوا كلهم مع بعض، وبيحاول وقتها هارو إنه يتكلم مع إيمورا لكنها بتفضل تتجاهله كالعادة. وبتروح بعدها إيمورا تتكلم مع كورينا اللي بتقولها ترجع علاقتها مع هارو وما تفضلش قاعدة لوحدها، وساعتها إيمورا بتبدأ تتخانق معاها وبتتضايق من الكلام اللي قالته وبتمشي من المكان. وبيتقابل بعدها مونج بالطلبة كورينا اللي كانت زعلانة وبتقوله إنها اتخانقت مع إيمورا. وفي الوقت ده بنشوف إيمورا كانت بتتكلم مع الشاب الغني اللي بيسألها عن علاقتها مع هارو، فبتقوله إيمورا إنها سابته من كام يوم وإنها دلوقتي عايزة تركز في مستقبلها. وبيظهر إن هارو كان شايفه بيتكلم معاها وبيكون باين عليه إنه متضايق من اللي حصل. وبنلاحظ وقتها إن رئيسة الفصل كانت بتفضل تبص لهارو وبيظهر إنها بتحبه. وبنشوف بعدها إيمورا راحت لصاحبتها كورينا وبتعتذر منها وبتقدر إنها ترجع صداقتهم زي الأول. وفي يوم بنشوف كورينا كانت بتتكلم مع مونك وبتكون عايزة يفهم من كلامها إنها معجبة بيه. وبتروح بعدها كورينا لصاحبتها إيمورا وبتحكي لها باللي حصل وإن مونك بيتجاهلها ومش مركز معاها. وبيجي بعدها يوم الفالنتاين واللي بيكون يوم ميلاد إيمورا، وفي نفس الوقت بنشوف رئيسة الفصل كانت قاعدة مستنية هارو وبتكون عايزة تعترف له بحبها. وبعد ما هارو بيجي لها وبيقول لها انه عايز يدي هدية لإيمورا، بنلاحظ ان رئيسة الفصل بدأت تخفي الهدية بتاعتها وبتعرف انه لسه بيحب إيمورا. وبعد لحظات بنشوف الطالبة كورينا راحت لمونج بتعترف له بحبها لكنه بيرفضها وبيقول لها انه مش بيحبها. وبنشوف بعدها إيمورا كانت بتحتفل بيوم ميلادها مع والدها وأخوها وبتاخد منهم الهدية بتاعتها. وأما إيمورا بتروح لأوضتها علشان عايزة تديهم هدية، بتلاقي وقتها هارو ظهر لها وبيقولها إنه كان عايز يعمل لها مفاجأة، وبيديها بعدها الهدية بتاعتها وبيعتذر لها وبيطلب منها تسامحه على اللي عمله معاها. وبعد ما إيمورا بتتصالح معاه بيبدأوا كلهم يحتفلوا مع بعض بيوم ميلادها. وبنشوف بعدها إيمورا راحت تتمشى معه بره البيت وبيخليها تتصل بوالدتها اللي بقالها كتير مسافرة. وبتبدأ ساعتها إيمورا تعترف له بمشاعرها ناحيته وبتقوله إنها بتحبه وبتمشي. وبتيجي بعدها السنة الدراسية التانية وبنشوف إيمورا وهارو تفرقوا عن بعض وبيروح كل حد في يوم الفصل تاني. ومع مرور الوقت بنشوف هارو بدأ يقرب منها أكتر وبيكون مبسوط علشان بقى عنده صحاب. وفي يوم بيلاقي أخوه يوزان جاله وبيتكلم معاه وبيقوله إنه عزمه على يوم ميلاده، وبيكون هارو مش عايز يروح بس بتجيله إيمورا وبتتكلم معاه وبتعرف إنها تقنعه يقبل طلب أخوه. وبتيجي بعدها حفلة الميلاد وبنشوف والد هارو بدأ يتكلم مع ابنه يوزان وبيقوله إنه هيعلن إن أخوه الصغير هارو هيكون الوريث الشرعي ليه قدام الناس كلها، وبيقوله كمان إنه عارف إن ده مش حقه بس احتمال كبير هو اللي ينجب أطفال ويحافظ على اسم العيلة. وبتوصل بعدها إيمورا للحفلة وبتقرر إنها هتفضل جنب هارو على طول. وبنشوف بعدها رجال الأعمال بدأت تروح لهارو وبيقولوله إن والده مستنيه على المسرح. وبيظهر وقتها إن والده حد غني جدا وبنعرف إن ليه منصب كبير في البلد. وفي نفس الوقت بنشوف إيمورا كانت بتتكلم مع يوزان وبتعرف إن والده كان بيفضل هارو عنه في كل حاجة. وبعد ما هارو بيطلع للمسرح وبيلاقي والده كان بيقول للناس إن هو اللي هيكون الوريث، بيبدأ هارو يتجنن وبياخد إيمورا وبيمشي من المكان. وبيكون هارو مش عايز حاجة من والده بسبب الخلافات اللي كانت بينهم من فترة طويلة. وأما إيمورا بتحاول تفهمه ويرجع عن اللي في دماغه، بيبدأ هارو يتخانق معاها وبيتفرقوا من تاني وبيمشي هارو من المكان. وبتعدي بعدها الأيام وبنشوف إيمورا بدأت تدور عليه في كل مكان لكنها مش بتلاقيه في البلد كلها. ومع مرور الوقت بنلاحظ إن الشاب الغني بدأ يقرب من إيمورا وبيكون باين عليه إنه معجب بيها. وبعد ما إيمورا وصحابها بيسجلوا في الجامعة وبيتقابلوا فيها، بيتجمعوا كلهم وبيحتفلوا مع بعض. وبيجي بعدها يوم حفل التخرج من الثانوية وبتطلع إيمورا تتكلم وبتودع صحابها. وبنشوف بعدها المدرسة راحت لإيمورا وبتديها كرتونة وبتقولها إن أي حاجة فيها تبقى بتاعت هارو زميلها. وبتكون إيمورا عايزة تروح تدي الكرتونة لمونجو قريبه بس الكرتونة بتقع منها على السلم. وأما إيمورا بتاخد الحاجات اللي وقعت على السلم بتبدأ تفتكر الأيام اللي عاشتها معاه وبتكون زعلانة جدا وبتعيط علشان انفصلوا عن بعض. وبتكون بعدها إيمورا ماشية وبتتقابل بالشاب الغني اللي كان بيعترف لها بمشاعره ناحيتها، فبتقول له إيمورا إنها مش هتقدر تحب حد تاني وإن هارو لسه ما طلعش من قلبها. وبعد ما إيمورا بتروح لمونجو بتديها الأغراض بتاعة هارو بيقولها تروح تتدرب على ضرب الكورة. وأما إيمورا بتروح تتدرب على ضرب الكورة وبتنجح فيها، بتلاقي وقتها هارو ظهر لها وبيقولها إنه معرفش يعيش من غيرها. وساعتها إيمورا بتعيط من الفرحة وبتكون مبسوطة علشان هتقضي معاه أجمل أيام حياتها.
الفيديو ده كتبه عمرو، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو، وكمان تابعونا على قناة انمي في ثواني علشان تشوفوا ملخصات الكرتون، وهتلاقوا روابط الانستا تحت في الوصف واعملوا لها فولو هي كمان. سلام.